التراس الجميل، تراس بوستيبا الجديد. حاليا أنا في هذا المكان الجميل وخلف الإطلالة الرائعة. عرضنا اليوم قريب من هذا المكان الرائع السياحي. خطوات وإحنا في هذا المكان، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع، إطلالة على البحر وإطلالة على المدينة في مجمع ضخم من أضخم مجمعات منطقة بوستيبا. مخدومة بكل الخدمات، موجود داخل المجمع سوبر ماركتات، سوبر ماركت كارفور من ضمن السوبر ماركتات الداخلية، بالإضافة إلى الكافيهات، وأيضا موجود مسبح نسائي ومسبح رجال، بالإضافة إلى المواقف المغلقة والمفتوحة داخل المجمع. يعني يعتبر مجمع مدينة مصغرة في منطقة بوستيبا. مواقف الباصات وخدمات المواصلات على بوابة المجمع، كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى جلسات العائلية والمسطحات الخضراء. الطريق الرئيسي الجديد طريق سليمان القانوني من بوابة المجمع راح يكون يمر على هذا الطريق. المنطقة مخدومة زي ما قلت لكم، منطقة بوستيبا يعتبر منطقة حيوية بالقرب من ميدان طرابزون، وأيضا هذا المكان الجميل ومول الفورم كلها في منطقة حيوية في هذا المكان الجميل مدينة طرابزون.
في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.